السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية ان شاء الله. غادي نقدم معكم طريقة تحضير قطبان ديال السمك، كذلك مع خضار هكذا سوتي في المقلة، وغادي نعطيكم واحد سلطة اللي هي باردة كتجي رائعة بالدنجال. فكنتمنى لكم انتم اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمكونات والطريقة، تابعوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هذا السمك، فبالنسبة للسمك عندي هنايا الهبرة ديال الحوت، هانتوما كيف كتشوفوا، يعني كنمشيو عند اللي كيبيع الحوت كيعطيكم أي حوت يكون فيه الهبرة، يعني ميكون فيه لا شوك لا حتى شي حاجة. فعندي هنا كمية من هاد الهبرة ديال الحوت، غادي نضيف عليها ملعقة حتى لجوج معالق كبار من الياغورت الطبيعي، يكون بدون سكر من طبيعة الحال، جوج ملاعق يكونوا عامرين حتى لثلاثة. غادي نزيد معاه شوية من بودرة الثوم، شوية ديال الملحة، كيبقى من طبيعة الحال حسب الذوق، وما يكتروش لأنه غنستعملو صلصة الصويا. غادي نضيف قليل من الهريسة او الفلفل الحار، كيبقى لكم الاختيار، ممكن تضيفوه ممكن لا. قليل من الكركم او الخرقوم البلدي حتى هو غير شوية. غادي نضيف قليل من الفلفل الاسود، قليل جدا لانه استعملنا سودانية. غنزيد شوية من هاد التوابل الخاصة بالشواء، راه كتباع في كارفور، شويه من دقيق الكرات او لي شالوت حتى هي موجوده في كارفور، كتعطي واحد البنه زوينه مع السمك او مع اي اطباق هكذا ديال الشوا. غنزيد شويه من هاد صوص ترياكي، بنينه بنينه يا البنات، كنتمنى انكم تاخذوها وتجربوها، هي فيها ما بين الحلاوه والملوحه في نفس الوقت، وهانتوما كيف كتشوفوا خاطره فعلا زوينه بزاف، يعني حاولوا تاخذوها وتجربوها. قليل من صلصة الصويا اللي كتكون خفيفة، ماشي ثقيلة بزاف. غنزيد قليل من صلصة السمك اللي هي نيوك مام، حتى هي موجودة في كارفور. بالنسبة لهاد لي صوص البنات، الا ما كنتوش كتوفروا عليهم ماشي ضروري انهم يعني تقيدوا بهم او لي ضروري يكونوا عندكم، لا يعني صافي الا ما كانوش ماشي ضروري نعوضوهم بشي حاجه اخرى. غنزيد قليل من الخل ديال الحامض او عصير الحامض. صافي غادي نخلط هاد المكونات كامله مع هاد السمك حتى كيتشرب لينا هاد المكونات كلها، وغادي نخليوه على الاقل على الاقل واحد المده ديال ساعتين باش كيتبنن بهذاك هاد العطر اللي زدناه معاه. وضروري البنات الحوت ملي نبغيو نخدمو به يكون مستقطر مزيان من الماء، يعني ما يكونش فيه الماء باش هكذا كي يعني هو نفسه كياخذ غير هاد العطريه اللي درنا ليه، ما يكونش فيه الماء اللي غالب. صافي هانتوما كيف كتشوفوا، فغادي نخليه على جنب اولا نديرو في الثلاجه ونخليه مرقد واحد ساعتين ونكملوا الباقي. فمع داك القطبان ديال السمك غادي ندير هنايا الخضره مبخره، عندي هنا اللوبيا، كذلك شويه ديال باربا، شويه ديال خيزو من الفوق انتما كيف كتشوفوا، وهنا عندي شويه ديال القرعه وبطاطا حتى هي، كلهم هادو بخرتهم في هاد الاله ديال اللي كنبخر فيها الخضر، كتنفعني صراحه بزاف بزاف، يعني عوض ما تبقاو ديروا كل حاجه بوحديتها وتبخروها بوحديتها مثلا ولا تسلقوها، فهذه كتجمع ليا جميع الخضر هانتوما كيف كتشوفوا، وكتاخد مثلا نصف ساعه كتبخر هادشي كامل، يعني كتبداو من اول وحده مثلا الخضر اللي خصها طيب كتر مثلا بحال اللوبيا الباربا كنديروهم هما الاولين، من بعد كنديروا الخيزو وحده، ممكن نديروا شي حاجه وحده اخرى. وهنايا درت القرعه وكذلك البطاطا لانهم ما كيحتاجوش انهم يطيبوا بزاف. صافي غادي ندوز باش نديرهم شويه يسوطي في المقله. بالنسبه لماريناد اللي غادي ندير معاهم، فعوض ما نبقاو كل ساعه نديرو في المقله الزيت وداكشي، فانا هنا خلطت
كيف كتشوفوا هنا درت شويه ديال زيت العود، زيت الزيتون، معلقه كبيره هي اللي غادي نخدم فيها هاد الخضر كامله، مع شويه ديال عصير ديال الحامض، شويه ديال دقيق الكرات او لا لي شالوت، وشويه ديال هذوك التوابل اللي وريتكم اللي درت مع السمك ديال الشواء او لا اللي كنشوي بهم. فكيكون مجموع فيه بزاف ديال التوابل بحال الريحان بحال الشبت، المهم مخلط بزاف. كذلك زدت معاهم الملحه والفلفل الاسود او اليبزه، فغادي تدوز باش نوضع هاد الخضر يتسطاو هكذا في المقله. فكيف كتشوفوا هنا وضعت البطاطا، انا خليت هذيك البطاطا الصغيره خليتها بالقشره ديالها فقط مغسوله مزيان، وبطاطا كبيره قطعتها ونقيتها. غادي نزيد عليها كميه من هاد لا مارينات على هذا الشكل، ونخليها حتى كتشحر مزيان مع هاد البطاطا. فبالنسبة للعافية خصها تكون شوية مجهدة باش هكذا دغيا كتشحر لينا هاد الخضر ديالنا، ما كيلصقوش مع بعضياتهم هانتوما كيف كتشوفو. نبقاو نحركوهم شوية بشوية، نفس الشيء غادي ندير حتى مع القرعة، فحتى هي كنزيد لها كيف كتشوفو ملعقة من هاد التوابل، وغادي نخلطها ونخلي حتى هي كتشحر مزيان مع هاد التوابل. ونفس الشيء غادي ندير حتى مع اللوبيا الخضراء، وكذلك حتى مع خيزو الا البربه غادي ندير فقط شويه ديال الخل، شويه ديال الملح واليبزار، وغادي نخلطهم يعني ما غاديش ندوزها في المقله. فبالنسبه للسمك عندي هنايا مقلاه تكون ديال الطفال يعني ما كتلصقش، غادي ندهنها فقط بشويه ديال الزيت ونسخنوها من قبل، وغادي نوضعوا هاد انا وضعت السمك في هاد القطبان ديال العود. بالنسبه للسمك ممكن تشويوه، غير هو حاولوا تسخنوا داك الشوايه اللي غادي تشوي فيها السمك، سخنوها مزيان باش ما يلصقش لكم في هذيك الشوايه، لان السمك كيف كتعرفوا راه هبره يعني يقدر يلصق لكم، فما عليكم غير تسخنوا هذيك الشوايه، او ممكن تستعملوا كيف كتشوفوا ها هي مقلاه كذلك كتسهل علينا الخدمه. غير العافيه تكون مهيله عليه باش هكذا كيطيب على خاطرو من الداخل ومن برا، وكذلك كيبقى فتي يعني ما كيتكسرش وما كينشفش. فغادي نخليه كيف كتشوفوا هكذا يطيب على خاطرو ونعاود نقلبو. هانتوما كيف كتشوفوا ها هو بدا كيتحمر من التحت، غادي نقلبو للجهه الثانيه صافي ونخليه يطيب، يعني ما خصناش نبقاو نقلبوه مره على مره باش هكذا ما كيتهراش لينا داك الحوت وكيبقى طابط راسو، راه دغيا كيطيب يعني في رمشه عين تيكون واجد. هانتوما كيف كتشوفوا صافي غادي نخليه يطيب وندوزو نحضروا مع بعض واحد السلطه اللي هي بارده كتجي رائعه وبنينه بزاف. بالنسبه لهاد السلطه عندي هنايا دنجال شويته فوق البوطه اولا في الفران كيبقى لكم اختيار، وزولت ليه داك القشره. غادي نزيد معاه هنايا بصله صغيره مشلضه، وكذلك فص واحد من الثوم حتى هو محكوك رقيق. غادي نزيد شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، كذلك شويه من الخل ديال الحامض او عصير الحامض، الملح كيبقى حسب الذوق تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره، وغادي نزيد كذلك ملعقه كبيره من الطحينه اللي هي هذه، انا كناخذ هذه الكبيره هذه كنخليها في الدار باش هكذا يعني دائما كتبقى عندي موجوده في الثلاجه ما كجرى لها حتى شي حاجه. غادي نضيف كيف قلت لكم تقريبا واحد الملعقه او جوج كبار، ونبدا كنمعس هاد الدنجال مع هاد الطحينه وكذلك البصله والثومه حتى كيتخلطوا مزيان مع بعضياتهم، وندخلوا هاد الثلاجه كتبرد. وهكذا كتقدم هاد السلطه هادي ديال بابا غنوج بارده. فوالا غادي ندوقوها الا حتى جينا نزيدو لها شي حاجه كنزيدو لها شي حاجه بحال الملحه اولا الفلفل، وكنقدموها بالصحه وراحه.
كيف كتشوفوا هذه السلطه البارده اللي حضرت معكم ديال بابا غنوج، كنقدمها على هذا الشكل. هانتوما ممكن تزيدوا لها شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، ممكن تكتفي بها كيف ما هي هكذا، انا اكتفيت بها هكذا. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الغداء ديال اليوم. هذا طبعا اللي طيبت في المقلاة كيجيو على هذا الشكل، كيجيو طبيعيين بزاف بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا وراه تيجي طايب، وهذه الخضيره قدمتها على هذا الشكل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم، فلا يعجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين اهل الاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.